جدع أنفه فكان في ذلك سبب زوال ملكها. والله عز وجل إذا أراد أن يمضي شيئا سل من الرجل عقله ليمضي قدر الله جل وعلا. فكل الأحوال ففي كل الأحوال أنت في حاجة وفقر إلى نصر الكبير المتعال، فالاطراح بين يديه والانكسار هو أعظم معين وأجل واق وأعظم حافظ. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.